قوي شوية. لا أنا كاين تدخل اللي يستوجب ضربة خطأ مع البطاقة الصفراء. الحكم لم يعلن عن شيء هنا. النقطة هادشي اللي كتوضح لينا. نعم. إذا الدقيقة 21 تدخل ضد ليمسن من الوداد كما عينا هنا وغياب قرار انضباطي، واش كانت الحالة فعلا تستوجب قرار انضباطي للاعب المغرب التطواني أم الإعلان فقط عن خطأ طلال؟ لا أنا اللاعب ديال المغرب التطواني مشى للرجل ديال اللاعب ديال الوداد، مشى له للرجل ديالو، هنا كاين خطأ مع البطاقة الصفراء كذلك. إلا مشى للرجل راه ورقة صفراء، يعني هنا باين يعني نفس اللقطة اللي كانت قبل. يعني هناك ضربة خطأ مباشرة وورقة صفراء. نعم يمكن الحديث هنا عن أسباب اللي يعني تخلي الحكم يشوف أو ما يشوفش بحال الأخطاء، يعني ربما كنشوف حتى التمركز كيكون قريب من الحالة، شنو اللي يمكن أن يخليه الرؤية ديالو محجوبة ما يشوفش بحال الأخطاء؟ لا هو شوف قانون واضح وصريح هنا تيقول لك إذا ارتكب لاعب خطأ بإهمال في نظر الحكم، تيقول في نظر الحكم بإهمال بتهور قوة زائدة الحكم تيصفر على الخطا وتيتبعوا بالقرار اللي شاف هو واش كاين اهمال او كاين تهور او كاين قرار انضباطي. هنا تنشوفوا كاين تهور في هذه الحاله، هذه الحكم هو شاف شيء اخر فالصلاحيه كتبقى للحكم. سي حسين نرجعوا نتحدثوا يعني على الفرق ما بين البطوله الوطنيه الاحترافيه وباقي الدوريات، ربما الى خدينا مثال الدوري السويسري اكيد كيوقعوا بحال الاخطاء لكن ربما بدرجات اقل، يعني حنا كنشوفوا يعني كل دوره هناك جدل تحكيمي، انديه طالب بان القرارات التحكيميه كانت ضدها، عندي اخرى تقول بانها مستهدفه، واش هادشي كاين يعني في سويسرا او دوريات اخرى بهذا الحده؟ اعوذ بالله مش تراجم، هذه يعني اجي نقول لك الحكم اللي كنجي كنعطيو واحد الثقه، يعني انا شفت هذه المقابله عبر القناه، الحكم قام بالمقابله يعني في المستوى، انا اللي نقدر نعطيه ك يعني كنصيحه هو انه خصو يخدم هذوك لي كاليتي اللي عنده كاشي سافواغ، يعني يخدم ديك لوتوريتي بيرسونيل ديالو، لان غنلاحظوها من بعد غيخرج الورقه الصفراء، واخا يخرج الورقه الصفراء كيتجمعوا ثلاثه اربعه اللعابه، دونك غير لوتوريتي بيرسونيل ديالو وشويه ليكسبيريونس جو بونس حكم ان شاء الله غيمشي بعيد. بالنسبه ل نو خصنا نخدموا دروكا مع كما قلت لك قبل مع الحكام الشبان وان شاء الله غيكون خير، يعني عفوات ديما غتكون حتى الدورات التكوينيه كتلعب دور مهمه ومهمه جدا. انا ولكن اللي شفت تبارك الله خص غير شويه ديال الاجتهاد والعنايه بالحكام. نعم. ويعني في الصفوه يعني يقدر يمشوا ان شاء الله بعيد. نعم والدقيقة 24 سنتابع احتفال الكونغوليين مويتيس وأنداما بالهدف بوضع القبعة سي طلال، يعني شفنا بأن مويتيس كان أول من وضع القبعة، خذا بطاقة صفراء وحتى أنه رماها فوق رأس ديال أنداما وحتى هو خذا بطاقة صفراء. فين ممكن أن نتحدثوا يعني واش هناك نص قانوني واضح في مثل هذه الحالات؟ أما هي كتبقى يعني سلطة تقديرية ديال الحكم كيف ما كنتحدثوا عليه في كل مباراة؟ لا هنا ما كاينش نص أو قانون اللي هو واضح وصريح في هذا الباب هذا. نعم. ولكن كنوضعوا قياس هنايا على أن الحكم على أن اللاعب الوقت اللي تيسجل الهدف وكيبغي يعبر على الفرحة ديالو إما بوضع قناع على الوجه ديالو أو بأشياء أخرى فوق الرأس ديالو، يعني أو حتى اللاعب اللي كيمشي للسلك ديال الطيران او تيبدا يستفز اما يستفز الجمهور او يستفز الفريق المنافس، فهذه كتدخل في السلوك الغير الرياضي. نعم. هنا الحكم كيضطر يوجه البطاقه الصفراء لهذاك اللاعب، هذه داخله ضمن هذه الخانه ديال السلوك الغير الرياضي. نعم. لان اللاعب ملي سجل الهدف مشى دار اشياء على الراس ديالو هي داخله على رقعه الميدان داخله. نعم. لان الادوات ديال المعدات ديال اللاعبين ما فيهاش دير هذيك على راسك او دير كاسك في وجهك ولا شي حاجه، فهنا السلوك غير رياضي. نعم. ينطبق رغم ان قلت لك ما كاينش قانون واضح وصريح في هذا الباب، ولكن كنوضعوا قياس لهذه العمليه هذه وكندخلوها في السلوك الغير رياضي، وبالتالي هنا الحكم وجه الانذار لجوج ديال اللاعبين اللي قاموا بهذا السلوك غير الرياضي. نعم سي حسين يعني شفنا يعني كنشوفوا دائما في الدوريات الاوروبيه يعني في كل نهايه اسبوع حتى الاحتفال بالاهداف كيكون يعني مثير عند بعض اللاعبين، لكن الى اي مدى يعني ممكن تقنين هذا الشيء وشنو هما الضوابط يعني يمكن نقول بان هذا الاحتفال بهدف كان يعني زائد ولا هذا احتفال عادي للاعب؟ هذا لوكا اللي شفنا دروك داخل في الماده 12 سلوك المبالغ في احتفال الهدف، يعني شويه مبالغ فيه ومستفز كما قال سي طلال،
داخل في نطاق ديال السلوك اللارياضي. نعم. في احتفالات يعني ديال الهدف. انا اللي ما كيتفهمش ليا علاش بعد النوبه ناخذوا الماتش تاع الرجاء جديده، كاين بزاف ديال الماتشات يعني حنا عندنا المهاجم اللي كيسجل واحد الهدف خصو يبقى داخل رقعه الملعب، ملي كيخرج من الملعب حتى هو داخل في نطاق السلوك اللارياضي، ملي كيمشي عند الجمهور يعني بور ليكسيتاسيون ديال لي سوبورتير وداكشي داخل فيه، يعني هذه حنا عندنا ورقه صفراء. نعم واضحه. نعم تماما، هادشي خدمناه ديجا واحد دو تروا زون اغيير، يعني ممنوع اللاعب يسجل عنده الحق يبين الاحتفاليه ديالو. نعم لكن اسمح لي تحسين ربما المثير في هاد اللقطه هو ان اللاعب الاول خدا نعم خدا البطاقه الصفراء، واللاعب الثاني ربما حتى الا مشينا عند اللاعب الثالث ورابع و11 لاعب كان غياخذوا كاملين البطاقه الصفراء. خص الحكم يخدم شويه على بسيكولوجي. نعم خصنا نتجاوزوا مثل هذه التصرفات هذه. سجلت الهدف نفرح بطريقه رياضيه، يعني نتعانق مع اللاعب ديالي، نتعانق مع المدرب، نتعانق مع المسيرين، ولكن باش نوضع اشياء اللي نوعا ما كتعتبر داخله في السلوك اللارياضي. نعم خصنا نتجاوزوا. يعني انا بالنسبه لي نعطي غير الاول باسكو سي ان ميساج بوغ توت ليكيب، لان الا تجمعوا لي ثلاثه اربعه كامل داروا هذا نعاودوا فين غنوليو. نعم نتحول الى الدقيقه 37، سنتابع هل هناك تسلل ضد أنضاما من الوداد ام هو تسلل خيالي كيف ما كيبان في الصوره سي طلال؟ لا هنا ما كاينش تسلل، هنا ما كاينش، لاش المدافع راه هو المتاخر. نعم. المدافع ما قبل الاخير هو اللي متاخر، وكان هنا اللاعب أنضم في وضعيه سليمه اثناء التوصل ديالو بالكره. اذا تحسين ربما هنا بدون الحديث عن كاميرا جانبيه بين بانه موضوع ديال ديال الحكم المساعد مالوغوزمون ما شافش اكسيون، ولكن او ديبار ديال لاباس بالراس اللي دارها أنضم كنشوفوا بان اللاعب الابيض قبل المدافع وهز الرايه ديجا قبل، واش دروك السؤال نشوفوا واش دونك هنا بالنسبه ليا زرب شويه يعني كان عليه يدير لا ديريكتيف اللي قلنا ديال وايت اند سي. نعم اذا عدم وجود تسلل. نتحول الى الدقيقه 44، تدخل ضد لاعب تنهاجي من المغرب تطواني ولا قرار من الحكم كما سنتابع. يعني شفنا سقوط ديال تنهاجي والاحتكاك مع منقاري، الدفع وغياب اي قرار من الحكم عمر الحكم. هنا كاين خطا، كاين دفع من الخلف يستوجب ضربه يعني ركله حره مباشره. نعم يعني بين ربما حتى اليد حتى ديال المنقاري بين تماما، ولكن بدون بطاقه. نتحول الى حاله اخرى، الحاله في الدقيقه 51، تسلل اخر للمات كما نتابع، اخر مدافع ومن الوداد واضحه في طلال في الصوره. حتى هذه الحاله هذه ما فيهاش تسلل، هنا الحكم ما عرفتش انا فقد التركيز ديالو بشكل جيد، ولكن هذه الحاله كتوضح على ان اللاعب كان في وضعيه سليمه. نعم هي سلسله من تسللات ربما في مباراه الوداد البيضاوي والمغرب التطواني. دقيقه 59 ايضا، هل هناك تسلل ضد موتيس من الوداد؟ ربما الحكم المساعد كما سنتابع كان يراقب عن قرب. يعني شفنا المدافع قرب متاخر، ولكن اللي كنشوفوه هنا الله يخليك نخليو اللقطه هكا الى رجعتي للوراء رجع نعاودو نوقفو اللقطه وخلي الخط باش تماما وخلي الخط. كنشوفوا بان الحكم المساعد تتعاود اللقطه تتعاود كي كانت قبل فاش كانت فوالا لا هنا شوف الحكم المساعد فين كاين. نعم. وشوف لو ديرني ديفونسور فين كاين. نعم. هنا ماشي في نفس الخط مع اخر نفس الخط، دونك داخل في النطاق ديال التموضع ديال الحكم، وهادشي خصو يتخدم ان شاء الله وما يكون ما يكون غير الخير ان شاء الله. ولكن راه صعيبه الا كانت هنا يعني هجوم اللي يقدر يبدل النتيجه. ربما هذه من الابجديات ديال التحكيم، واش ممكن هنا نتحدثوا على لياقه بدنيه او عن اي شيء ممكن تحدثوا هنا او عن غياب تركيز؟ لياقه بدنيه ضروريه للحكام ثلاثه. نعم لياقه بدنيه ضروريه، تركيز التموضع الجيد تيخلي الحكام يعلن على الاخطاء بشكل جيد. هنا الحكم كان التموضع ديالو بعيد واحد جوج الامطار ونص او ثلاثه، وكان المدافع اللي الى عاودتي اللقطه غادي تشوفي مدافع قريب للحكم. نعم هنا اعلن على تسلل، ربما هذاك المدافع هو اللي كان ممكن يكسر التسلل. راه بالفعل مكسر التسلل هذاك المدافع. يعاود لنا اللقطه الى ممكن باش نوريو المشاهدين الكرام هذه الحاله هذه. نعم هي غادا تعاود غادي تشوف انه واحد راه في الراس ديال الخط تيبان بحال كاين مدافع. نعم.
هنايا تيبان التموضع حتى يعني حتى الرؤيه ديال الحكم مساعد من خلال هذا التموضع ما يمكنش ان تبين له ان فوش نص الخط او لاعب متقدم على الاخر. والحكم مساعد ما عندوش مستعره باش غادي يشوف واش كاين الخط ولا ما كاينش. لكن اذا كان نفس الخط ولكن اذا كان التموضع ديالو جيد وكان عنده تركيز راه غادي يضبط التسلل. نعم ونتحول الى حاله اخرى دقيقه 63 هل هناك ضربه جزاء للوداد؟ يعني كانت هناك مطالبه هنا اسقاط المهاجم الودادي وكانت مطالبه ب ضربة جزاء. أنا بالنسبة لي الكرة مشات يعني ما فيش ضربة ما كايناش ضربة جزاء. الكرة جات فيكينغ غوند فورس وخصنا دروكا نشوفوا السؤال المطروح واش الكرة اللي مشات لليد ولا اليد اللي مشات للكرة. نعم. دونك هنا كنشوفوا ان فولونتير دونك بالنسبة لي ما كاينش ضربة جزاء. يعني حتى الكرة كانت مفاجئة يعني فاش ضربت في مفاجئة ولا اللاعب يعني عمل اليد ديالو باش يحمي له الكور ديالو. نعم. يعني راه إلا ضربته هذه الكرة للصدر ديالو ولا لسمو راه يمكن تحدث له ضرر. ولكن هنا الكرة هي اللي جايه بواحد القوة وغادا واللاعب هنا دار غير اليد ديالو باش يحمي له الكور ديالو. هنا ما كاينش انا لمسة يد ما كاينش ضربة جزاء. ما كاينش ضربة جزاء. عن ضربة جزاء نعم مطالبة بالوداد. ما كاينش ضربة جزاء هنا. الدقيقة 76 تدخل عنيف ضد مويتيس. الحكم ترك الامتياز لكنه لم يعد لإعلان القرار الانضباطي سي طلال. لا هنا كاين تدخل بتهور هنايا كاين الخطا مع القرار الانضباطي تماما. هناك خشونه زائده ورقه صفراء يعني اعلان عن خطا و تماما كان الحكم ترك امتياز ويعود من بعد يعني الى ترك تفضل هذا السؤال ديالك تبارك الله مزيان لان عرفتي علاش لانه اللي ديال هو كاع الا خلى لافونتاج تمشي لاكسيون ويرجع لهذاك اللاعب اللي دار الخطا هذه بالنسبة لي يكون قرار كاع يعني حسن. لا بالفعل هذه الحلاوة ديال إلى طلق خلى الامتياز يستفد منه هذاك الفريق اللي تترك ضد الخطأ تواصل المنافسة والوقت تواصل والوقت اللي كتحبس الكرة إما كتخرج أو كتوقف الكرة كيرجع يعطي الإنذار لهذاك اللاعب. أنا ما عرفتوش أنا واش عطى الإنذار ولا ما عطاش. حتى باش ما يكسرش يعني لا بالفعل الفريق هو اللي ترتكب ضد الخطأ وعنده الفرصة أمامه. نعم ديال لافونتاج كان يخلي الامتياز والوقت اللي خلى له الامتياز واش رجع عطى الانذار ولا لا هذا هو السؤال. لا ما عطاش الانذار لم يعلن عن قرار انضباطي. غادي نمشيو للدقيقه 78 تدخل عنيف اخر هذه المره من المنقاري الاعلان هنا عن الخطا والقرار الانضباطي. مالوغوزمون المنقاري كنشوفوه بزاف الحكم الاخر. نعم سي ان تري بون جوار. ربما ممكن الحديث على جاتوزو في الدوري الايطالي تحسين. سي ان تري بون جوار مي جو بونس سي زاكي ما داروش هكا كابيتان باسكو عرفوا بانه نعم ربما سي دوماج. انا بالنسبه لي والمثير في اللقطه ان يعني المنقاري عاد احتج يعني على على القرار الانضباطي. انا نقول لك ورقه حمراء سون ديسكسيون باسكو داخله في نطاق لا بروتيكسيون دي جوار مش عليه ديريكت لاشفي ديالو. هنا 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 منقاري خدا ورقه صفراء وكيحتج تكون عطاه الورقه الحمراء ما غاديش يحتج هذه يخرج في حالته لانه كان الحكم رحيم بالمنقاري هنايا كانت العمليه ديالو تستوجب بطاقه حمراء يعني بدون مناقشه. نعم لاعب مشى للرجل ديال اللاعب من اللور. اخر حاله على مباراه الوداد البيضاوي والمغرب التطواني ستقودنا الى الدقيقه 87 الاعلان عن تسلل ضد مهاجم الماط. ربما اللاعب اللي كاين في ديزون لا بوزيسيون ديال التسلل لكن اللاعب اللي غادي يستقبل الكره واللي غادي يستقبل الكره ماشي في التسلل دونك داخل حتى هي في نطاق التموضع ديال الحكم المساعد ولكن هنا القرار ما فيهش تسلل. نعم باش نعاودوا اللقطه باش نعاودوا نشرحوها باش نوريو لان اللاعب اللي في وضعيه التسلل راه هو اللي من هنايا هي غادي تبان في الكاميرا الجانبيه غادي تبان هذا اللاعب اللي اسمه تيبان نوعا ما رجله خارجه ولكن اللاعب الاخر تيبان الكره مشات لعند اللاعب اللي ولكن عاود حتى وجود اللاعبين في صف واحد يحجب علينا الرؤيه ديال اللاعب اللي من اللي واش رجله واش ما فايتش او ما فايتش. اذا انا غير في هذه الحاله نمشي مع الحكم ديال المساعد. حنا غنديروا هكا كنمشيو مع الحكم. لكن يعني ان اللاعب اللي استقبل الكره يعني واضح انه بعيد عن حاله التسلل يعني متموضع بالنسبه للمدافعين ديال الوداد. لا ماشي بعيد على موضوع التسلل لا. هنا مجموعه اللاعبين اللي واقفين ومدرقين علينا الرجل ديالو انت واش الرجل ديالو فايت اللاعبين او لا ما فايتاش. فهنا السؤال هذا هو اللي غادي نطرحوه هنا
غادي نمشيو مع الحكم المساعد، لانه ربما في هذيك التموضع ديالو شاف على ان اللاعب كانت رجله خارجه شويه سابقه للمدافعين، اذا هنا ما عندناش ما نقدروش نجزموا فيها حنا كمحللين. نعم. ولكن في هذه الحاله نمشيو مع الحكم المساعد لانه ربما التموضع ديالو بان له على ان اللاعب خارج رجله واعلن على تسلل. نعم وليد تحدثني انا حتى على عدد الحالات ربما اللي شهدتها مباراه الوداد البيضاوي المغرب تطواني 11 حاله بقياده الحكم عمر الحلو، ممكن هنا نتكلموا على نقص تجربه او يعني في مثل هذه المقابلات شنو ممكن نركزوا عليه اكثر؟ لا انا الحكم الحلو ماشي ناقص تجربه، الحكم الحلو قاد مجموعه من المباريات ديال البطوله الاحترافيه وفي القسم الوطني الثاني، ولكن اللي غادي نقول انا هو الهفوات جزء من اللعبه. الحكم ربما هنا كان التركيز ديالو شويه ناقص هو ولا الحكم المساعد ديالو، ولكن كيف ما كان الحال خرج المباراه بسلام في اخر المطاف. نعم.